بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياكم الله متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج هنا الكاظمية. من أجل إنشاء قاعدة ثقافية رصينة على المستوى البعيد، تواصل وحدة التأهيل والتطوير في العتبة الكاظمية المقدسة نشاطاتها التثقيفية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة. إلى التفاصيل فلنتابع. وحدة التدريب والتأهيل هي من الوحدات المهمة في العتبة الكاظمية المقدسة، ويأخذ الخدم العاملون في هذه الوحدة على عاتقهم مهمة تطوير الكوادر العاملة في العتبة المباركة ورفع مستواهم الثقافي والخدمي لتقديم أفضل أنواع الخدمة للزائرين الكرام. وحدة التدريب والتأهيل من ضمن تشكيلات مكتب الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، تعمل على عاتقها هذه الوحدة بإقامة مجموعة من الدورات التي تخدم تطوير الكوادر الخاصة بالعتبة الكاظمية ولرفع مستواهم الثقافي والخدمي لخدمة تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام. وتعتبر هذه الوحدة من الوحدات المهمة التي تهتم بها الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة وعلى رأسها الدكتور حيدر الشمري، من خلال إقامة مجموعة من الدورات حسب اختصاص كل قسم، منها أمنية وخدمية وإضافة إدارية. هذه الوحدة تعمل من أجل رفع القدرة الخادم بإدخاله مجموعة من الدورات. وأيضا من مهام هذه الوحدة عمل الندوات العلمية والأكاديمية بتعاون مع مديرية تربية الكرخ الثالثة، وهذا يندرج ضمن اهتمامات العتبة الكاظمية المقدسة بالطلبة ورعايتهم. وبرعاية أبوية من الدكتور حيدر حسن الشمري، قامت الوحدة بمجموعة من الندوات بالتعاون مع تربية الكرخ الثالثة. قامت ندوة أدرس بذكاء وليس بجهد التي سوف تقام في قاعة الحمزة في داخل العتبة المقدسة، وستشمل مجموعة من المدارس، أربعة منها في منطقة الكاظمية المقدسة وواحدة في منطقة الشعلة والأخرى في منطقة الحرية، وذلك لغرض رفع المستوى العلمي لدى طلبتنا الأعزاء ونيلهم الدرجات العليا. إن تطوير الجوانب العلمية والفكرية هو من ضمن أولويات إدارة العتبة المباركة، فنرى الخدم العاملين يسعون لأحداث تطوير كبير لدى الأجيال القادمة، مقدمين لهم الدعم الكبير. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان، الصحاف. عطاء عنوانه صاحب الزمان ومنهجه المبارك، الذي تجسد بإقامة احتفال العامل المهدوي الذي أقامته الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة في مدرسة الساحل الابتدائية. إلى التفاصيل فلنتابع. ضمن حملة العام الدراسي المهدوي التي أطلقتها الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، نظم خادم موسى والجواد عليهم السلام احتفالية بهيجة في مدرسة الساحل الابتدائية في منطقة الحرية. أطلقت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حملة العام المهدوي، هذا العام المبارك شاركنا في عدة مدارس في مدينة الكاظمية وأيضا في مدينة الحرية وتحديدا في منطقة الدولعي. هذه المدرسة اليوم كان نصيبها مدرسة الساحل للبنات وأيضا للبنين. كان هناك احتفال، شكرا لله وفقنا في أدائنا في هذا المحفل المبارك، ويصار رسالة إلى كل العالم وإلى المسلمين بالأخص أن هناك شخص موعود، سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، يجب أن نرتبط به في كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل لحظة. الاحتفالية أقيمت بحضور الملاك التدريسي فضلا عن حضور واسع لتلاميذ المدرسة، حيث شهدت نشاطات طلابية إضافة إلى فرقة إنشاد الجوادين عليهم السلام، إذ ارتسمت البهجة في وجوه الحاضرين. مناسبة ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نشكر العتبة الكاظمية المقدسة لحضورها لهذا اليوم إلى مدرسة الساحل، متفضلين علينا بهذه المناسبة. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف موجود في قلوبنا من الصغر، إن كان صغير إلى الكبير. الإمام المهدي إلى باع طويل، وإن شاء الله عند ظهوره
شاء الله إن شاء الله هذه الأرض تكون زاهية بكل شيء. تعد إقامة مثل تلك النشاطات من قبل خدم الإمامين الكاظمين عليهما السلام لزرع بذرة ثقافة انتظار الأمل الموعود الإمام المنتظر عليه السلام في نفوس وأذهان الأجيال الذين سيكونون قادة المستقبل. لبرنامج هنا الكاظمية، علاء الأنباري. مع ذكرى حلول ولادة القمر المنتظر عليه السلام على أرجاء المعمورة، أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة الاحتفال المركزي في رواق الصحن الكاظمي المبارك. إلى التفاصيل فلنتابع. أعلنت الأرض والسماء تجدد أفراحها بذكرى ولادة القمر الثاني عشر المحمدي، وبهذه المناسبة العظيمة اجتمع العاشقون في الصحن الكاظمي المبارك ليجددوا العهد مع صاحب الزمان عليه السلام بإقامة الاحتفالية البهيجة والتي تزامنت مع الذكرى السنوية التاسعة لصدور فتوى الجهاد الكفائي المباركة. كل عام اعتادت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة على إحياء هذا الحفل البهيج والذي يتزامن أيضا مع ذكرى صدور الفتوى الدفاع الكفائي، وهذه هي الذكرى التاسعة في هذا العام، بارتباط المناسبتين ببعضهم البعض. حقيقة فتوى الدفاع الكفائي ما هي إلا صورة من صور التمهيد لظهور المبارك الإمام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف، حيث هب المجاهدون والموالون نصرة الدين ونصرة الحق والحفاظ على العراق والمقدسات. أنشدت الأناشيد الإسلامية وتناثرت قوافي القصائد التي ترنمت بذكر صاحب المناسبة، فضلا عن البطولات التي سطرها أبطال العراق فأصبحت أيقونة لجميع المناسبات التي تستذكر فيها قيم البطولة والإيثار. لنا الشرف اليوم بالحضور في هذا الحفل المركزي بولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي تزامن مع فتوى الدفاع الكفائي التي أطلقها سماحة المرجع الأعلى سماحة السيد علي حسين السيستاني دام ظله الوارد. وهذه الفرحة هي فرحة العراقيين وفرحة العالم بصورة عامة لهذه لما تحقق من انتصارات في هذه المناسبة التي دحرت العدو والتي أعطت درسا لكل القادة المحبين للعراق والمعادين كذلك، أعطتهم درس لهذه الفتوى التي حررت العراق. من العتبة العباسية المقدسة للعتبة الكاظمية المقدسة، لكم باقات الورد والتهاني والتبريكات مناسبة ولادة صاحب العصر والزمان، وقد تشرفت بأن أن تكون لشهر شعبان ولادة أخرى، وهي ذكرى إطلاق وإنطلاق الفتوى لفتوى الدفاع للمرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي حسين السيستاني. شرف المشاركة في مقامات أهل البيت وأماكنهم وأضرحتهم ومراقدهم شرف ما بعد شرف، لذلك تشرفت بأن أكون أحد المشاركين لهذا الحفل السنوي المركزي للعتبة الكاظمية المقدسة، وكان يحتضن هذا المهرجان الكثير من الجمال بتفاصيله بأنشوده بالرواديد بكلمات الرائعة. 1189 سنة عمر الإمام المهدي عليه السلام، وما زال المؤمنون يحيون ذكرى ميلاده المبارك وهم يتطلعون أن يبزغ فجر طلعته الرشيدة. لبرنامج هنا الكاظمية، علاء الأنباري. حمل الوردة مع الأرواح عطراً ومحبة إيماناً بقضية الإمام الغائب عليه السلام، نظم تجمع بغداد الحسيني مسيرة إيمانية احتفاءً بهذه المناسبة الميمونة. إلى التفاصيل فلنتابع. دعت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تجمع بغداد الحسيني
للمشاركة في المحفل المركزي الذي أقامته داخل هذه الأسوار المطهرة بمناسبة ولادة منقذ البشرية إمامنا صاحب العصر والزمان. لا شك أنه هذه الفرحة فرحة كبيرة، ولذلك عمدت الأمانة العامة في العتبة الكاظمية المقدسة ومجلس إدارتها وملاكاتها في أن تجعل خطوة مباركة جيدة مع المواكب الأخرى، وكان حظوة لتجمع بغداد الحسيني بجميع تشكيلاته وخدامه أن يشارك هذه العتبة في أفراحها في الحفل الذي ستقيمه بعد صلاة العشاءين إن شاء الله في العتبة الكاظمية المقدسة. وقدمنا بعد أن ذللوا لنا الصعاب في أن أرسلوا الباصات لنا وقدمنا إلى هنا وخففوا عنا في قضية التفتيش، وكانت هنالك تجهيز وحدة صوتية، وانطلقنا بفضل الله هاتفين باسم مولانا صاحب الزمان ومرجعنا الأعلى السيد السيستاني. وهذه الفرحة الكبيرة في قلوب المؤمنين ما هي إلا انعكاس حقيقي لارتباطهم بإمام زمانهم الغائب، دعين الله عز وجل في كل حين بتعجيل ظهوره المقدس. نهنئ جميع العالم ونقول لهم بأن الارتباط بالإمام الحجة سلام الله عليه قد هناك رؤية تختلف عن بقية الأئمة على اعتبار إمام زماننا. نعم، نحن كل الأئمة هم حجج الله في الأرض علينا، ولكن قد يكون هناك ارتباط وطيد من قبل المكلفين في هذا الزمن زمن الغيبة مع الإمام صاحب العصر والزمان. وبالتالي نوصي أنفسنا ونوصي كل المكلفين والناس، نقول ليس المهم أن نعرف في أي تاريخ وأي يوم وما هي مدة السفارات ومن هم السفراء في زمن الإمام. نعم هذا شيء مهم، ولكن الأهم علي أنا كمكلف أن أعلم ما هو دوري في زمن الغيبة، هذا هو المهم، وما هو يفرح الإمام وما يدخل السرور في قلب الإمام. احتضان كل التجمعات المؤمنة وتقديم الدعم الكبير لها هو ديدن العتبة الكاظمية المقدسة كونها إحدى الإشعاعات النورية والإيمانية المباركة التي تجمع المؤمنين. لبرنامج هنا الكاظمية علي أركان الصحاف. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج هنا الكاظمية. بشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.